مرحبا بك معنا السيد نور الدين النوري المندوب الجهوي للتربية بقفصة اللي باش يعطينا فكرة عن ما خرجوا به من تفاوض وحلول بعد الوقفة الاحتجاجية وبعد حضور المسؤولين وبعد حضور سيد والي قفصة. مرحبا بك سيد نور الدين على الصفحة الرسمية. صباح الخير، مرحبا بك، ان شاء الله عوده مباركه لجميع التلاميذ والاولياء والاسره التربويه. بالطبيعه العوده في مجملها لاباس، ولكن ثم بعض الوضعيات اللي تستحق الحقيقه التوقف وتدخل عاجل. احنا في عداديه قفصه كنا نتبع في الاشغال بشكل يومي مصالحنا الفنيه تبع فيها، ولكن وقع تعطل كبير من طرف مصلحه التراث، اوقفتنا تقريبا 3 شهور باش رجعنا للاشغال. تعطل المقاول ولا رانا ما كناش في اللحظه هذه. الاساتذه والاداريين والقيمين والعملاء عندهم 1000 حق في ما وجدوه، احنا مش نداركوا في جلسه عاجله الان في باشراف السيد الوالي بتسقيف زمني حول توفير الحد الادنى لكل مكونات الاسره التربويه ولكل التلاميذ في هذه المؤسسه. ان شاء الله بعد ساعه ستنطلق الجلسه، ستكون جلسة اتفاق سريع وعاجل، المفيد فيه هو الإجرائي والمفيد فيه هو التنفيذ. ونجدد شكري لكل الأسرة التربوية اللي تحملت الشانتي هذايا لتوخر، واللي مازالت تتحمل معنا من أجل مؤسسة إن شاء الله تكون غدوة أجمل وأفضل. سي نور الدين، في الواقع المشهد اللي ريناه والصور اللي عديناها على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة، ما فهمش أقسام، ما فهمش قاعة أساتذة، هذا الكل يلزم وقت معناتها باش يتبنى باش تتنظف الفترة. هل هناك سقف زمني حددتوه؟ هل هناك البديل اللي محضرينه؟ شنو لأنه فما تلامذات يلزم يبدو سنتهم الدراسية. البدائل هي جاهزة واستغلينا بعض القاعات من المدرسة التقنية للتلامذة، عندنا فضاء بديل لقاعة الأساتذة، عندنا فضاء بديل للإداريين والقيمين، مش يقع تجهيزه اليوم. فصل الأشغال نهائيا، إزالة الآثار بتاع الأشغال كليا، تحسين المدخل الرئيسي، فتح مدخل للأشغال مستقل يعزل الأشغال تماما عن المؤسسة، هذا كل سيصير في ظرف يومين إن شاء الله و3 أيام على أقصى تقدير. شكرا لك. انت هذيك